السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنكمل قاعدة الجيب. في الدرس ده أنا شرحت لك القاعدة وديتك أمثلة عليها. النهاردة هناخد الأفكار العالية، أفكرك بالقانون ومثال بسيط وبعد كده نخش على الأفكار. كان القانون يا شباب بيقول إن ألف شنطة على جا ألف بيساوي ب شرطة على جا ب بيساوي جيم شرطة على جا جيم بيساوي اتنين ناق بيساوي محيط المثلث على جا ألف زائد جا ب زائد جا جيم. وقلنا إن ما ينفعش تكتب هنا جا 180، ما ينفعش، لازم تجيب كل واحدة لوحدها. جت الحتة دي منين يا أستاذ؟ خلاص، التناسب تلت إعدادي، جمعنا المقدمات والتوالي، يعني جمعنا كل اللي فوق وكل اللي تحت. لما جمعت كل اللي فوق إداني محيط المثلث، ليه؟ ما عشان ألف شرطة ده ضلع، ده كان المثلث ألف ب ج، دي الزاوية ألف، الضلع اللي قصادها اسمه ألف شرطة، دي ب، الضلع اللي قصادها اسمه ب شرطة، ده ج، يبقى هنا ج شرطة. ألف ب ج مثلث مساحته 450 سنتيمتر مربع، قياس زاوية ب بتساوي 82 درجة، وقياس زاوية ج ب 56 درجة. أوجد قيمة ألف شرطة. هنقدر الأول يا أستاذ نجيب لك قياس زاوية ألف. قياس زاوية ألف بتساوي 180، هشيل منهم ال 82 وال 56، طلعت بتساوي 42 درجة. هنرسم المثلث ألف ب ج، ألف ب 42، قياس زاوية ب ب 82، قياس زاوية ج ب 56. مساحة المثلث بتساوي إيه؟ مساحة المثلث نصف حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية اللي ما بينهم. طب أنا هاخد أي ضلعين يا أستاذ؟ أي ضلعين يا جبوك؟ يبقى المساحة بتساوي نص في حاصل ضرب الضلعين ألف شرطة في جيم شرطة في جيب الزاوية اللي ما بينهم. أنا خدت الضلعين دول والزاوية اللي بينهم اللي 82، يبقى ألف شرطة في جيم شرطة بتساوي 900 على جا 82. نجيب قيمة جيم شرطة مثلا، يبقى جيم شرطة قيمتها بكام؟ هنشيل ألف شرطة هنا نقسم عليه، يبقى جيم شرطة 900 على ألف شرطة جا 82. نكتب قانون قاعدة الجيب عادي، ألف شرطة على جا ألف جا 42 بتساوي جيم شرطة على جا جيم، جا جيم بكام؟ جا 56. هنجيب قيمة الجيم من هنا، يبقى الجيم شرطة بتساوي ألف شرطة جا 56، عملنا وسطين في طرفين، على جا 42. هقوم يا باشمهندسين مبدل الجيم وحاطط قيمتها، الجيم اهي هبدلها واحط قيمتها هنا. طب قيمة الجيم بكام؟ قيمة الجيم ألف شرطة جا 56 على جا 42، هعمل وسطين في طرفين، بقى ألف تربيع بيساوي 900 جا 42، ضربت دول في بعض، على جا 82 جا 56. مش فاهمين الكلام ده ليه منين؟ تاني، احنا كتبنا قانون المساحة عادي خالص، عملنا وسطين في طرفين، بقى 450 في 2 900 على جا 82، وقسمنا على ألف شرطة، كده اللي معايا قيمة ج، هنا كده دي ج شرطة. كتبت قانون قاعدة الجيب، طلعت ج شرطة بكام؟ وقمت جاي مبدلها وحطيت قيمتها،
عملت وسطين في طرفين ألف في ألف بألف تربيع، وقمت جايب الجامعة الجاية، وهنا جاء 42. أحسب الحسبة دي تحت الجذر على الآلة الحاسبة، طلع الناتج يا أستاذ بيساوي 27. ألف شرطة طلع بيساوي 27. إذا كان المثلث أ ب ج فيه قياس زاوية أ بتساوي 60 درجة، وقياس زاوية ب بتساوي 45 درجة، و أ شرطة زائد ب شرطة جذر 6 زائد 2، أوجد قيمة أ شرطة و ب شرطة. المسألة دي سهلة جدا كمان. إحنا يا أستاذ كتبنا قانون، القانون بيقول إيه؟ إن أ شرطة على ج أ بيساوي ب شرطة على ج ب بتساوي، ممكن أقول ج شرطة على ج ج، بس أنا مش محتاج ج. أنا هنا هقول له هستخدم خواص التناسب، بتساوي أ شرطة زائد ب شرطة على ج 60 زائد ج 45. جمعنا المقدمتين دول، يبقى لازم أجمع التالي، خواص التناسب تالتة إعدادي، دي نسبة ودي نسبة، تقدر تجمعهم عادي زي ما بتعمل فوق اعمل تحت، حتى لو ضربت هنا في 100 لازم تضرب هنا في 100. طب ما القيمة دي معايا بكام؟ بجذر 6 زائد 2، يبقى ب شرطة على ج 45 بتساوي جذر 6 زائد 2 على ج 60 جذر 3 على 2 زائد ج 45 جذر 2 على 2. هنعمل وسطين في طرفين بعد ما نحسب دي، يبقى ب شرطة طلعت بتساوي 2. طب يا أستاذ عايزين دلوقتي الألف شرطة، نفس الطريقة، ألف شرطة على ج 60 اللي هي جذر 3 على 2 بتساوي جذر 6 زائد 2 على جذر 3 على 2 زائد جذر 2 على 2. وسطين في طرفين، ألف شرطة طلع بكام؟ بجذر 6. إذا كان أ ب ج مثلث فيه قياس زاوية أ إلى قياس زاوية ب إلى قياس زاوية ج 3 إلى 4 إلى 3، و أ داش بتساوي 5 سنتي، أوجد محيط المثلث. ده دي يا أستاذ نسب ما بين الزوايا، كنا إحنا بنقول إن دي 3 أجزاء. نفرض أن قياس زاوية أ بتساوي 3 أجزاء، وقياس زاوية ب بتساوي 4 أجزاء، وقياس زاوية ج بتساوي 3 أجزاء. وكان الأجزاء دي يا أستاذ المفروض هي زوايا المثلث مجموعها 180، يبقى الثلاث أجزاء والأربع أجزاء والثلاث أجزاء دول ب 180. الجزء الواحد طلع بكام؟ ب 18، لأن دول 10 لما قسمنا عليها. كده أنا جبت قيمة الجزء الواحد. طب انت كده مش تقدر تجيب قياس زاوية أ؟ أيوه. التلاتة في 18 بكام؟ التلاتة في 18 54، الأربعة في 18 72، ودي ب 54 زيهم. يبقى أنا كده قدرت أجيب له كل زاوية بكام. هنروح للقانون بقى يا باشمهندسين. القانون بيقول إيه؟ إن أ شرط على جا أ بيساوي محيط المثلث على ج أ زائد ج ب زائد ج ب. ليه أنا اخترت أ شرطة؟ عشان هي اللي معايا. يبقى 5 على ج 54 بتساوي محيط المثلث على ج 54 زائد ج 72 زائد ج 54. هنعمل وسطين في طرفين، يبقى محيط المثلث، مش هنبه تاني ما ينفعش تكتب ج 180، لازم تصفيهم، تكتب على الحاسبة ج 54 زائد ج 72 زائد ج 54 وتطلع النتيجة، وما تنساش تقفل قوس كل زاوية. المحيط يا أستاذ طلع بيساوي 15.9 سنتيمتر تقريبا. إذا كان 6 جا أ بيساوي 4 جا ب بيساوي 3 جا ج،
ومحيط المثلث ألف ب ج ب 45 سنتي، أوجد ألف شرطة. بصوا يا باشمهندسين، في فرق ما بين المسألة دي والمسألة دي، فرق كبير قوي، يمكن مختلفة خالص كمان. في فرق بين دي ودي، دي جاهزة، دي معايا ألف شرطة وب شرطة وجيم شرطة. ازاي أستاذ القانون مقلوب؟ عادي، ما النسبة بنقلبها عادي، طالما في ساوي اتقلبوا مفيش مشاكل، لأن كده لو جيت تعمل وسطين في طرفين هتلاقي إيه؟ 4 جا أ بتساوي 6 جا ب، هنا أهو 4 جا أ بتساوي 6 جا ب، نفس النسبة مفيش مشاكل، دي مفيش منها ضرر. اللي منها ضرر بقى إن ما تلاقيش قسمة موجودة. وخلي بال الناس، ساعات بيجي في مسألة زي دي كده ويقوم حاطط لك هنا إيه؟ رقم كده، وانت ما تاخدش بالك منه، كده انت هتتدمر يا باشمهندس. لازم تشيل الرقم ده. بيتشال ازاي؟ بتقسم عليه، يعني تضرب اللي تحت دول كلهم في خمسه كده، في خمسه في خمسه في خمسه، تقوم الخمسه دي رحم عليه، بقت دي بقت 30 وده 4 ودي 15. المهم ان الشكل ده مش هو الشكل ده. طب الشكل ده بيتحل ازاي؟ لو كنت مركز في الكلمه اللي فاتت هتقدر تعرف ازاي مركز. لما كان في خمسة قدام الجامع شلناها قسمنا عليها، تمام؟ فقام قايل لي طب ما تشوف لك انت عامل مشترك هنا، عامل مشترك اصغر. يعني ايه؟ يعني التلاتة دول موجودين في حاصل ضرب رقم. ايه هو الرقم؟ الرقم ده الاتناشر يا استاذ، كله موجود في الاتناشر. يبقى نقسم المسألة دي كلها على 12، بقت جا أ على 2 بتساوي جا ب على 3 بتساوي جا ج على 4. يبقى أنت كده قدرت تجيب جا أ لجا ب لجا ج. يبقى جا أ إلى جا ب إلى جا ج بتساوي 2 إلى 3 إلى 4، والنسب ما بين الجا هي نسب ما بين الأضلاع. يبقى أ شرطة لب شرطة لج شرطة 2 ل 3 ل 4. طب ما الأ شرطة جزئين، والب شرطة 3 أجزاء، والج شرطة 4 أجزاء، وقال المحيط اللي هو مجموعهم 5 و 4 9، قال إن هو بيساوي 45. يبقى الجزء الواحد طلع بكام؟ طلع بخمسة. يبقى الاتنين في خمسة بعشرة، التلاتة في خمسة بخمستاشر، الأربعة في خمسة بعشرين. يبقى أنا كده قدرت أجيب له ألف شرطة بكام؟ وب شرطة بكام؟ وجيم شرطة بكام؟إذا كان ألف شرطة زائد ب شرطة ناقص جيم شرطة على تلاتة بتساوي ألف شرطة زائد جيم شرطة ناقص ب شرطة على خمسة بتساوي ب شرطة زائد جيم شرطة ناقص ألف شرطة على سبعة. اثبت إن جا ألف لجا ب لجا ج بتساوي أربعة لخمسة لستة. نتصرف إزاي؟ الموضوع سهل يا أستاذ، مفيش في حاجة. هنعمل إيه؟ ده برضو خواص التناسب تلتة إعدادي. أنا عاوز ألف شرطة لوحده، لأن لو قدرت أجيب ألف شرطة لب شرطة لجيم شرطة ما هي هتكون نفس دول جا ألف لجا ب لجا ج. طب هجيبها إزاي؟ هقول له بجمع مقدمات وتوالي الأولى والتانية. لو جمعت الأولى والتانية إداني ألف وألف اتنين ألف، ب ناقص ب راحت، ج ناقص ج راحت على 8 اللي هي ألف على 4 بتساوي إحدى النسب، بتساوي نسبة منهم. بجمع مقدمات وتوالي الأولى والتالتة إداني إيه؟ أ ناقص أ راح، ب و ب 2 ب على 3 و 7 10 اللي هي ب على كام؟ على 5 بتساوي إحدى النسب. نجمع التانية والتالتة
بجمع التانية والتالتة. ألف ناقص ألف راح، جيم وجيم اتنين جيم على اتناشر بتساوي جيم شرطة على ستة بتساوي إحدى النسب. كل واحدة من دول بتساوي إحدى النسب، مش يبقوا قد بعض؟ إذن يا أستاذ ألف شرطة على أربعة هي هيها ب شرطة على خمسة هي هيها نفس قيمة جيم شرطة على ستة. إذن الجا ألف للجا ب للجا جيم أربعة إلى خمسة إلى ستة، وهذا المطلوب إثباته. ألف ب ج د المتوازي أضلاع فيه قياس زاوية أ بخمسين وقياس زاوية د ب ج بسبعين والب د بثمانية سنتي. أوجد محيط متوازي الأضلاع. رحنا يا أستاذ رسمنا له متوازي الأضلاع اللي هو بيقول عليه. متوازي الأضلاع كان ليه خواص، إيه خواصه؟ الأقطار ينصف كل منهما الآخر. الزوايا المتقابلة متساوية، أ ب 50 دي ب 50 زيها. زاوية د ب ج د ب ج ب 70. نقدر نقول إن دي 70 بالتبادل. لأن كل ضلعين متقابلين متوازيين. قال إن ب د ب 8. تمام. 50 70 يبقى دي بكام؟ ب 60. هو عاوز إيه؟ هو عاوز محيط المتوازي. محيط المتوازي يعني اجمع الاضلاع من بره. طب ما انا مثلا يا استاذ امسك المثلث ده كده معايا ثلاث زوايا وضلع، اقدر اجيب لك الضلع ده بكام والضلع ده بكام ودول زيهم، ولو جمعت الاضلاع كلها كده جبت المحيط. وناس تقول لك ايه، طب ما انا اخد مجموع ضلعين متجاورين واضربهم في اتنين اجيب المحيط. نفس الاداء نفس الفكره، المهم انك لازم تجيب الاضلاع. هناخد المثلث، في المثلث ألف ب د ألف شرطة على ج ألف بتساوي ب شرطة على ج ب بتساوي ج شرطة أو د شرطة على ج د. كده أنت تقدر تجيب ب شرطة بكام ود شرطة بكام. هي دي الب شرطة وهي دي الدال شرطة. هعمل الوسطين في طرفين، بقت ب شرطة بتساوي 8 جا 60 على جا 50، ونجيب الدال شرطة طلعت بتساوي 8 جا 70 على جا 50. كل واحدة منهم بتساوي ب شرطة طلعت ب 9 ودال شرطة طلعت ب 9.8 من 10. يبقى إذا محيط المثلث بيساوي اتنين في مجموعهم تسعة زائد تسعة وتمانية من عشرة، يبقى الاتنين في تمنتاشر بتساوي يا أستاذ 37.6 سنتيمتر. المسألة دي جت في الثانوية العامة 2010، كانت تانية ثانوي ساعتها بتتاخد في الاعتبار، يعني كانت بتنضاف للمجموع، وكانت هي دي أصعب مسألة موجودة في الامتحان ده وقتها. المسألة برضو مركزة على تلت إعدادي. بيقول إن أنت معاك شكل رباعي دائري اسمه أ ب ج د. فاكرين الرباع الدائري؟ خواصه كانت إيه؟ الزوايا المتقابلة متكاملة، يعني دي ودي هيساووا الاثنين 180 درجة. يعني لو الزاوية دي اسمها سيتا يبقى دي 180 ناقص سيتا. ولو جينا يا شباب ناخد الجا للطرفين هتلاقي ان جا ألف قد الجا جيم. الجا ألف قد الجا جيم. ليه؟ علشان جا سيتا هي هيها جا 180 ناقص سيتا. قوانين أولى ثانوي، جا 180 ناقص سيتا هي هياها جا سيتا. خلاص يا أستاذ المسألة كده يعتبر اتحلت. هنوصل يا أستاذ ال ب بالدال.
كده انا معايا مثلثين، ده الضلع المشترك في الاثنين. هنكتب القانون عادي، ب د على ج ألف بتساوي الضلع أ د على ج أ د أهو، فين زاويته؟ أهي أ ب د كده واحد. نعمل معادلة تانية بس من المثلث اللي تحت المرة دي، الضلع ب د على ج ج بتساوي الضلع ب ج على ج ب د ج. هو ايه اللي بيخليك يا استاذ تختار ا د وب ج؟ عشان هما اللي موجودين في الاثبات، فعشان كده هما دول اللي بختار كده. اتنين، احنا لسه قايلين ان جا الف قد جا ج، الف د على جا الف ب د بتساوي ب ج على جا ب د ج. لو عملنا وسطين في طرفين دلوقتي، لو ضربت ده بده، مش اداني ألف دال في جا ب د ج اللي هو عاوزها بتساوي ب ج في جا ألف ب د؟ هو هذا المطلوب إثباته. في المثلث ألف ب ج اثبت أن مساحة المثلث بتساوي ألف شرطة تربيع جا ب جا ج على 2 من جا ألف. ما تخافش من الأسئلة اللي شكل دي، بتبقى تافهة. اكتب قانون المساحة، المساحة بتساوي نص فحاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة. كويس، اكتب قانون قاعدة الجيم، أ شرطة على جا أ بتساوي ب شرطة على جا ب. كويس، هات قيمة بقى ب شرطة، ما هو انت عايز تشيلها من هنا لانه عايز يثبت كده القانون مفيش فيه ب شرطة. يبقى ب شرطة يا استاذ بتساوي أ شرطة جا ب على جا أ. كويس، شيل بقى الب شرطة دي وحط قيمتها، بقت المساحة بتساوي نص في أ شرطة في الب، هشيلها واحط قيمتها، قيمة الب كام؟ أ شرطة جا ب على جا أ. كده أنا شلت الب وحطيت قيمتها في جا ج، بس الموضوع انتهى. شبه تصفيات، دي مقامها واحد دي مقامها واحد، اللي تحت في بعضه 2 جا أ، اللي فوق في بعضه أ شرطة في أ شرطة في أ شرطة تربيع جا ب جا ج، وهذا المطلوب إثباته. في المثلث أ ب ج اثبت أن مساحة المثلث بتساوي أ شرطة ب شرطة ي شرطة على 4 من نص القطر. برضو الموضوع سهل، مفيش حاجة، اكتب القوانين، أ شرطة على جا أ بتساوي ب شرطة على جا ب بتساوي ج شرطة على جا ج بتساوي 2 ناقص. قانون المساحة بيساوي نص في حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة. هنا يا أستاذ مفيش قيمة للجا، الجا ج مفيش لها قيمة. طب ما بسيطة، طب ما نجيب قيمتها من هنا، يبقى الجا ج بتساوي ايه؟ بما ان جا ج بتساوي ج شرطة على 2 ناق، عملنا ايه؟ وسطين في الطرفين، جبنا دي مكان دي ودي نزلت مكانها. هنعوض يا استاذ، هنشيل الجا ج ونحط قيمتها، يبقى مساحة المثلث بتساوي نص في ألف شرطة في ب شرطة في ج شرطة على 2 ناق. المقامات هنا واحد طبعا، خلاص يا استاذ هنا 4 ناق وهنا ألف شرطة ب شرطة ج شرطة، وهذا المطلوب إثباته. المسألة دي واجب، بيقول في المثلث أ ب ج اثبت أن جا أ زائد جا ب زائد جا ج بتساوي 4 من نصف المحيط في مساحة المثلث حر نصف المحيط. علامة المثلث دي اصب بها المساحة،
على ألف شرطة، ب شرطة، جيم شرطة. أتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.